وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي، وتراجع رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.41 من 1000 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9255 نقطة ليغلق عند مستوى 9179 نقطة منخفضا بنسبة 82%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1736 نقطة ليغلق عند مستوى 1709 نقاط منخفضا بنسبة 1.53%. كما فتح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2566 نقطة ليغلق عند مستوى 2529 نقطة منخفضا بنسبة 1.46%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.72 جنيها للشراء و 18.80 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.75 19.84. الجنيه الإسترليني 22.88 22.99. الدرهم الإماراتي 5.9 5.12. أخيراً الريال السعودي 4.98 5.1.